الو الو، ازيكم النهارده؟ عاملين ايه؟ يا رب كان صيامكم كويس وحلو وجميل، وانا بطلع لكم كل يوم التاني دلوقتي زي القطر مستعجل عشان اقول لكم على البرودكتس اللي انا بحب استخدمها في رمضان. برودكتس موجوده في البوتيك بتاعي، بوتيكات زي ما قلت لكم قبل كده، بتنزلوا ابلكيشن بوتيكات وتدوروا عليا في السليبرتي في حرف الام، وتلاقوا كل البرودكتس اللي انا بستخدمها وبحب، بحسها ان هي بتفرق معايا قوي. النهارده انا بنات كتير قوي بيبعتوا لي اكتر حاجه على رموشي سرها از ذس ماسكارا بتاعت بينيفيت دي. بقى مش عايزه اقول لكم دي خطيره خطيره خطيره، ومش عايزه اقول لكم بص رموشي عامله ازاي، هتلاقوا فجاه في ترانسفورميشن. طبعا انا مش قدامي مرايه دلوقتي، بس بصوا ان نو تايم ان فلاش، فهمتوا؟ ثانيه رموشي بقت بصوا عامله كبر موش ولا يحزنون، دي رموشي الطبيعيه الحمد لله يا ربي. وزي ما قلت لكم قبل كده في اللي بتاع البرودكت اللي بيطول الرموش اسمه مبارا، بصوا الفرق، ما اعرفش وشي احمر من ناحيتي كده ليه، اي دونت نو. البرودكت اسمه مبارا بيطول الرموش، انا بنصحكم بيه جدا 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 جدا. بصوا ده كده وانا ايه لسه مش متمزجه يعني، وانا بحط الماسكارا ودي من تحت اهو، برضو انا لسه ايه بحط كده عمياني زي ما بيقولوا. طبعا برضو اللانسز اللي انا حطاها، بنات كتير قوي بيسالوني عليها، يا جماعه اللانسز دي فريش لوك، برضو موجوده في البوتيك بتاعي في بوتيكات، هتخش وجري، لانه الجري بحسه اكتر لون بيبقى ناتشرال عليا، يعني البشرتهم سمرا يروحوا على الجراي على العسلي على الجرين، ما تروحوش على الالوان التو فلاشي اللي هي بتبقى باينه قوي. يعني انا ما اعرفش الديس لانس تقريبا بلبسها بقى لي 15 سنه ما بغيرهاش، سبيشال ما كنتش حاطه ميك اب، لانه بصراحه بتعمل اكلاء حلو قوي على العين، وبتساعدني لما مش حاطه ميك اب اي نو سمرا يعني ملونه، فيعني ايماجن انا نعناع حبايبي طبيعي كده، كنت اعلق يافطه دكتور. ببص متخيلين جريت اي لاف ات جيت ات ناو فروم ماي بوتيك بوتيكات، مش عارفه وشي احمر ليه. اوكي all the yes yeah, before I say again all the makeup products in this video is on the Bootycat. Bootycat is if you don't know, Bootycat is the online app makeup app store from on app on website. So click in inscription and on the download on the app store you will, and you go buy any makeup goodies happen. So that's a and also not a sponsor. So, and also go check out a new episode of Hero Ramadan with the Arab Idol star Kamis Sliman, and the makeup and the guest makeup guest is Halal Lebani, is from Lab. It was with familiar for Go. He done the makeup for Maya Diab and Shireen is Halal Ajam. Yes, the last name is definitely not Nancy Ajram's sister, but no. Again, also, honestly, worth seeing that previous episode was Hafifi Abdul with many or more sort of feedback in this episode, that previous episode, but not as bad as last year, so good word for that. But for real, check out the new episode in the description, and he made a play, and also he made a playlist of that this season. So big props to Makeup Forever Middle East and the director Joe Boyd for helping make this up and directing this new season. I've probably been for 3 seasons and nothing is still making no sense continuing in the future. So that's pretty much it. So hello Ben Hamiz, have a blessing day, or I think it is your sober now. So salam.